عارض آن بميلي يا ناتواني سازمان ملل متحد من قبل الأمم المتحدة والسائر المؤسسات الدولية التي تدعم الحقوق أو تتشدد بدعم حقوق الإنسان. هذا سبب في عدم أو عجز في إيقاف الإبادة الجماعية في فلسطين. والإدارة الأمريكية تدعم بكل بقوة من كافة الإجراءات. الكيان الصهيوني والعالم يتفرج الوعود الجديدة فقط للولايات المتحدة. الحضور الكرام، وجود المزيف للكيان الصهيوني يدل على أن كل كافة المصممين وكافة القادة لهذا الكيان المزيف يرى بقائه واستمراره في وجود الفوضى والحرب داخل الأراضي الفلسطينية وكافة المنطقة المحيطة. أي تقاعس أمام الإجراءات الكيان الصهيوني يسبب في عدم مصداقية كافة القوانين والقواعد الدولية للحياة المسالمة، وهذا كلها عمليات يتم استخدامها مع عبارات نمامة ويهدف إلى القتل المنظم. الزملاء الكرام، في وقت أن آليات الأمم المتحدة بسبب الدعم اللامحدود للإدارة الأمريكية وعدد من الدول الغربية للكيان المحتل، نرى بأن المجتمع الدولي عاجز عن إيقاف الإبادة الجماعية في فلسطين وقتل الناس الأبرياء في لبنان. مسؤوليتنا وواجبنا الأخلاقي سيكون أكثر من الماضي. هذا الكيان المحتل مع بكل وقاحة يدوس على كافة القوانين القانونية وكافة المبادئ الإنسانية، ولا يحترم ميثاق الأمم المتحدة في الأمم المتحدة. ويقول بأن الأمين العام للأمم المتحدة عنصر غير مطلوب فيه، غير مرغوب فيه، ويسخر من جميع القوانين القانونية على مستوى العالمي. في هذا الظروف، الدول الإسلامية والعربية على كاهلها مسؤولية ثقيلة، ويجب أن يتم اتخاذ إجراءات قاطعة منها. إيقاف الجرائم الكيان المحتل. الثاني، اتخاذ التدابير اللازمة لإطمئنان من عدم تكرار هذه الاعتدادات. ثلاثة، التعويض المناسب لكافة الخسائر التي لحقت بالشعب الفلسطيني والشعب اللبناني. لازم أن أذكر الجميع بأن حتى المحكمة الدولية الجنائية خلال توصياتها الاستشارية الأخيرة قال بأن تواجد الكيان الاحتلال في الأراضي المحتلة غير شرعية تماما، وأكد أن هذا التوصية. الحضور الكرام، في النهاية أود أن أقول بصراحة وبحزم أن وقف إطلاق نار في غزة ولبنان والتنسيق العاجل على المستوى الدولي لتوزيع والإمداد لكافة المساعدات الإنسانية ضرورية جدا، ويجب أن نقوم بتخطيط وإجراء حازم لإعادة الإعمار كافة البنى التحتية وتحسين الظروف الصحية في غزة ولبنان، وهذا أقل ما يمكن أن نقوم به. أود أن أقول في النهاية أن الحل الوحيد الذي قدمه الجمهورية الإسلامية هو إقامة